وصلنا معكم إلى فقرتنا الاقتصادية حالياً، ورح نتكلم عن الاعتماد على وسائل النقل العام اللي حالياً يمكن أصبح ضرورة بيئية وأحد مؤشرات التنمية المستدامة والتوجه المتنامي نحو زيادة الاعتماد على وسائل النقل العام. نعم مها، الاعتماد على وسائل النقل العام لها أيضا أهمية كبيرة ومردود اقتصادي، أبرزها التقليل من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تفاقم مشكلة الازدحام المروري. نعم، نتكلم أكثر حول هذا الموضوع. معنا في الاستوديو مؤسس مبادرة كويت كميوت أستاذ جاسم العوضي. رحب فيك في العالم هذا الصباح، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. يعني بالباص، يعني بالباص صحيح، كان هذا وش اسمه تذكرتي. خلينا نتكلم عن هذه الفكرة، فكرة كويت كميوت، لما نتكلم عنها وشلون ممكن احنا من ناحية البيئية يمكن تكون واضحة أكثر، ناحية الزحمة تكون واضحة أكثر، ناحية الاقتصادية أيضا واضحة. خلينا نوضح للسادة المشاهدين فكرة كويت كميوت. حلو، هي مبادرة تأسست في عام 2018 تهدف إلى زيادة الوعي نظام النقل العام والحالة المرورية لغرض إيجاد خدمة نقل عام آمنة ومناسبة وفعالة وصديقة للبيئة وتخدم الجميع. احنا الحين عشان نقدر نستعمل النقل العام لازم نوجد هذه الخدمة أولا، ولإيجاد هذه الخدمة لازم نتواصل مع أصحاب الشأن المشغلين الثلاث، وأهم صاحب شأن هو الرأي العام. نعم ممتاز، راح نشوف معكم هذا التقرير مشاهدينا، وراح نعود لإكمال الحديث مع الأستاذ جاسم العوضي. ثواني. النقل الجماعي يعتبر من المشاريع المهمة التي تساعد في مواكبة التطور والتنمية في البلاد، وهو أحد أهم الحلول لأزمة السير الحالية، فاستخدام الحافلات على سبيل المثال يخفف من الازدحام المروري ويساهم في حماية البيئة من الأدخنة المنبعثة من عوادم المركبات، هذا فضلا عن الجدوى الاقتصادية المتمثلة بتحديد المسافات المقطوعة وبالتالي تحديد كميات الوقود المستهلكة. وفي الكويت أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن تبنيها مشروع نموذجي لمبادرة كويت كوميوت التي تهدف لتشجيع استخدام وسائل النقل العام والحد من الازدحامات المرورية وتقليل الانبعاثات الضارة. مشروع كويت كوميوت المتمثل بتصميم وبناء 4 مواقف مستدامة للحافلات بمحافظة العاصمة يهدف لتشجيع القدرات الوطنية من الطاقات الكويتية المتميزة، فضلا عن العمل على بناء كوادر تمتلك المعرفة العلمية للتعامل مع التحديات المختلفة وتقديم حلول تكنولوجية من أجل كويت مستدامة. وتعتبر مبادرة كويت كوميوت مثالا إيجابيا للعمل المشترك بين عدد من القطاعات بهدف تحسين خدمة عامة تسهم في تطوير المجتمع وتحسن من جودة الحياة المدنية. وهذا المشروع النموذجي بعد نجاح المرحلة الأولى منه قد يتوسع ليشمل مدينة الكويت وضواحيها ومن ثم جميع مناطق الكويت. نرحب مرة أخرى بمؤسس مبادرة كويت كوميوت جاسم العوضي، حياك الله مرة أخرى. بداية يعني الاقتصاد، وإحنا عارفين الاقتصاد إحنا لازم في مردود، لازم في إنكم. صحيح. فاليوم كيف برأيك تساهم منظومة النقل العام بدعم الاقتصاد وتحقيق أرباح وعوائد؟ حلو، عوائد التطوير من خدمة النقل العام عوائد استراتيجية، تقليل تكلفة الصيانة، تقليل تكلفة تشييد الطرق، تقليل حتى يعني مثلا لما الناس تستعمل النقل العام تمشي أكثر فتقلل مصاريف الصحة، ومن ذلك هذه المنطلق يتم المنفعة للدولة. وإحنا كدولة لازم الدولة هي تقدم خدمة النقل كون هذه جزء من الخدمات العامة، التعليم، الصحة، الأمن و و فبالنظرة الاقتصادية هذه الملف الاستراتيجية، وبالإضافة تحرر الأراضي ليتم استغلالها بطريقة مختلفة لإدخال إيرادات. شلون؟ بناء مجمعات، بناء مشاريع ترفيهية، بناء مدارس. فإحنا هذه شغلة وايد مهمة، يعني لو تشوفون مثلا لما تشوفون الشارع 4-5 حارات لو تخليه مثلا توفر بديل، أول شيء توفر بديل تقدر نظريا وحتى تطبيقيا بالعالم صارت تقلل مساحة الطرق لتفريغها لاستعمال لأغراض أخرى. دور المؤسسة، مؤسستكم اليوم احنا شنو الدور اللي تساهمون فيه في رفع الاقتصاد يعني الدولة والكويت اليوم؟ احنا لما نقول الخدمة تخدم الجميع هذه هي منطلقنا، ان من الجانب الاقتصادي تقليل المصاريف اللي توي تكلمت عنها. احنا كمبادرين شنو دورنا؟ ان احنا نحط خارطة الطريق
لإيجاد هذه الخدمة. أنا مثلا ما أقدر أقوم أشتري أسس منظومة نقل مني وطريق، لا، لازم يكون في جهة رقابة دراسة وتنفيذ عن طريق الدولة كمثل أي دولة بالعالم. مدينة دبي، لندن، باريس، سنغافورة. سنغافورة أصغر من جزيرة بوبيان، ومع ذلك أكثر منظومة الناس تستعملها هناك، وطبعا هي شهر 8 عندهم طول السنة، هي الباصات. فإحنا قاعد نركز على الموجود عشان نصلح الأوضاع ونطورة لإيجاد خدمات ووسائل نقل إضافية. طبعا يمكن إحنا يعني يمكن نشوف الدول اللي طبقت مثل هذا النظام ونشوف شنو الطرق. يعني إحنا في دول مثلا في أوروبا تمنع استخدام السيارات ليوم واحد في الشهر مثلا، لأنه يكون ما في سيارات الكل يستخدم الكميوت. لكن احنا هني في الكويت لنكون واقعيين، يعني احنا كشعب كويتي تعلمنا على ان انا بروح مكان اخذ سيارتي واروح المكان الفلاني، ما انطر باص، ما عندي حتى فكره شنو جداول الباصات. شلون نقدر ننمي هذه الثقافه اساسا ويصير تقبل من الشعب انه هو يستخدم مثل هذه وسائل للنقل؟ حلو، كلمه وايد مهمه، سؤال وايد مهم. الثقافه نتيجه معطيات موجوده على ارض الواقع. يعني مثلا لما انا مثلا كلنا احنا هنا لما نسافر نستعمل وسائل النقل العام بسبب وجودها، ما احنا استعملناها اول مره ودشينا بمشاكل، لا، هي موجوده بالاساس. فاحنا اللي قاعد نتكلم عنه احنا عشان نحط هذه الثقافه لازم نوجد هذه الخدمه. المشاهدين كلهم والشعب كل الناس بالكويت ناس منطقيين، عطني خدمه تخدمني. انا شخصيا كان عندي مشوار من منطقه غرناطه الى السالميه بالمركبه الفرديه 20 25 دقيقه، نفس هذا المشوار بالباص خذ مني ساعتين بسبب عدم وجود أولوية له، بسبب الخطوط. يعني الحين تم تقليص شبكة الخدمات النقل العام من أعتقد 45 إلى تقريبا 21 خط 22 خط اللي هما اللي يتم تشغيلهم من المشغلين الثلاث. إذا بدل ما يكون فينا تسهيل أكبر قاعد يصير في تصعيب من هذه الناحية. بالضبط. فتحس إن البلد غير مجهز مثلا نقدر نقول لمثل هذه الخطوه نقدر نقول مثل ما قلنا ان اقتصاديا مفيده، بيئيا مفيده، وفي لها فوائد تعود بها بما هو جيد على البلد. بالضبط، يعني حتى لان للمقارنه احنا عندنا تعداد سكاني كافي لايجاد هذه الخدمه. على سبيل المثال منطقه الجهره تقريبا 450 500 الف نفر، نفس تعداد سكان مدينه جنيف. فاحنا وصلنا لنقطة ان يعني عندنا كثافة عالية من السكان. حتى في فوائد اجتماعية ان تسهل وصول للناس. مثلا انا خلينا نقول عندي ديوانية اسبوعية، بما سكر الشارع من المركبات لزوار الديوان يتم ايجاد خدمة نقل عام مناسبة تنزلني وتوديني وتردني. فهذه الفكرة ان احنا لازم نوجد هذه الخدمة عشان الناس تستعملها، عشان الناس تتقبل، لان الناس كلها متقبلة هالفكرة برا. حتى في الكويت يعني مثلا في مشروع يمكن يكون حتى نوعا ما ترفيهي اكثر من ما هو يكون غيره، اللي هو مثل سوق المباركيه سوى مثل هذه الخطوه. صحيح. وكانت ناجحه والناس جدا متقبله مثل صحيح. هذه الفكره. فمثل ما تفضل توفير الخدمه بشكل مناسب تحبب الناس في مثل هذا المشروع. ولتوفير هذه الخدمه لازم يكون في دعم الدوله. كل منظومه نقل بالعالم يعني من التشغيل ما تطلع فلوس بسبب انه لازم تكون متوفره ومتناوله بايد الجميع. فلذلك الغرض يتم دعمها عن طريق الدوله. مثلا مدينه لندن يعني اكثر من 2 مليون شخص يستعمل منظومه النقل العام، ايرادات بس تكفي 60% من تشغيلها. صحيح. استاذ جاسم، اليوم البنيه التحتيه عندنا بالشوارع بالطرق بسبب الازدحامات وبسبب هذا الضغط عليه من كثافه السيارات يعني مستخدمين السيارات سواء النقل او السيارات الخاصه، اليوم نبي نعرف ان شلون ان النقل العام يقدر يساعد في ترشيد الانفاق على البنيه التحتيه. يعني اعتقد من عام 2014 لليوم اكثر من 3 مليار دينار تم انفاق على الطرق. واحنا نشوف يعني احنا هذه نفهم ان غرض تشييد الطرق لتسهيل حركه السير واضافه طاقه استيعابيه، ولكن احنا شنو قاعد نصير؟ احنا قاعد نشجع الناس على النقل الفردي من ما يزيد الحمل على الطرقات. صحيح. فاحنا لازم نوجد هذه الخدمه، لان انت عندك على سبيل المثال الباص الواحد يشيل 30 40 شخص، وهذه بالارض الواقع 30 40 سياره.
فاحنا نتكلم على ايجاد هذه الخدمه، واحنا نطمح ان يكون بس في مدينه الكويت كنقطه بدايه، 17 كيلومتر مربع، وتواصلنا مع الجهات المختلفه الداخليه البلديه المشغلين الثلاث، هي العام الطرق والنقل البري، اعضاء مجلس الامه، اعضاء مجلس البلدي. فاحنا الحين قاعد نشتغل على هذه المنوال، وبدايه في البنيه التحتيه الموجوده، وين ما في قار في باص. فهذه طبعا حسب الدراسات اللي احنا قريناها اللي تم عملها لدوله الكويت. فاحنا قاعد نبلش بالباصات لانها موجوده. نعم. طيب عندكم اتوقع في استبيان لهذه المبادره، وفي يمكن طريقه للمشاركه، وفي هناك غرض اكيد له، ممكن نوضحهم؟ الاستبيان هذا شنو؟ ان نبي نوثق هل الناس متقبله اوضاع الحاليه للنقل؟ واحد. اثنين، هل عندهم استفسارات عن اذا في خدمه تم ايجادها هل راح متقبلين يستعملونها؟ وثلاثه، هل في ثقافه نقل عام للمستخدم؟ شلون نقدر نشارك فيه؟ شاركونا في حساباتنا على تويتر وانستغرام كويت كوميوت. اكثر من 2100 شخص سووا الاستبيان، ويعني احنا نطمح ان العدد يكون اكبر، لانه راح يتم وضع هذه النتائج عن طريق مجلس الامه تقديمها كمشروع. اوكي، ممتاز. اذا استاذ مؤسس مبادرة كويت كوميوت جاسم العوضي، شكرا لك، شكرا جزيلا لحضورك اليوم معنا. يعطيكم العافية، موفقين ان شاء الله.